للأمثال أثر عظيم في نفوس السامعين، وقد جاء القرآن الكريم بأفضلها وأحسنها وأفصحها. ما هي دلالة الأمثال في كتاب الله وأهميتها؟ دروس وعبر نأخذها من أمثال كتاب الله عز وجل في برنامج أمثال القرآن، فانتظرونا. أمثال القرآن مع الداعية عمر الراعي يأتيكم بإذن الله من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.